على الرغم من انقضاء عام 2017، لكنه كان العام الأعنف في تاريخ العمليات الإرهابية التي طالت مصر والمصريين، كما كان العام الأكثر مواجهة لتلك العمليات من قبل قوات الجيش والشرطة. الإرهاب الجبان تسبب في استشهاد 379 مواطنا مصريا هذا العام، إلى جانب إصابة حوالي 100 آخرين في 4 عمليات فقط، هي تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وتفجير كنيسة ماري جرجس في طنطا بمحافظة الغربية في شهر إبريل الماضي، إضافة لهجوم الإرهابي على أتوبيس رحلات للأقباط في صحراء محافظة المنيا في نهاية شهر مايو، وكذا مهاجمة المصلين المسلمين في مسجد قرية الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في نوفمبر الماضي. قوات الجيش والشرطة أيضا قدمت العديد من الشهداء خلال العام المنقضي دفاعا عن الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب اللعين، حيث فقدت القوات المسلحة نحو 38 شهيدا وأصيب 9 آخرين بين ضباط وجنود، كان معظمهم خلال مواجهات واشتباكات مباشرة مع العناصر الإرهابية، بينما بلغ عدد شهداء الشرطة خلال نفس العام نحو 152 شهيدا، بينهم 36 ضابطا و55 فردا وثلاثة خفراء و58 مجندا. وفي حين استمرت مواجهة الإرهاب على الأرض على مدار شهور العام، نجحت القوات المسلحة في تصفية وقتل 267 إرهابيا، فضلا عن القبض على العشرات منهم. الدولة من جانبها اتخذت العديد من الإجراءات في إطار حربها مع الإرهاب، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات الدينية في البلاد بضرورة تجديد الخطاب الديني، كما تم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في يوليو الماضي لأجل حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمواجهة الإرهاب. وفي نهاية نوفمبر الماضي طالب الرئيس السيسي علانية رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد حجازي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر باستخدام القوة الغاشمة، وبالتزامن مع ذلك أحال مجلس النواب عددا من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها ومن ثم إقرارها في الجلسة العامة لإنجاز العدالة وسرعة القصاص من الإرهابيين القتلة. طارق أحمد، هنا العاصمة. بنواصل تحليلنا وقراءتنا لمشهد الإرهاب في مصر، ومعنا في هذه الفقرة سيادة العميد خالد عكاش الخبير الأمني وزميلنا الكاتب الصحفي يسري البدري رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم. سيادة العميد، كيف تقرأ خريطة الإرهاب في مصر 2017؟ في تراجع أم في تقدم أم ماذا؟ طيب الأول نضع الخريطة أمامنا قبل ما نقول يعني أوزانها النسبية هي في مرحلة صعود أو هبوط. إحنا قدام الحقيقة ممكن تحديدها بثلاث مناطق أو بثلاث دوائر رئيسية. الدائرة الأولى لو هنبتديها من الشرق إلى الغرب، هنبدأ بمنطقة شمال سيناء. شمال سيناء إحنا قدام تنظيم إرهابي موجود من العام 2013 هو أنصار بيت المقدس، غير اسمه إلى ولاية سيناء وبدأ يطلع بياناته باسم ولاية سيناء. هذا التنظيم أعلن منذ نوفمبر 2014 ولاؤه وانتمائه إلى تنظيم داعش. هو ليه مرجعية داعشية، هو عبارة عن خليط كبير جدا من مجموعات كانت موجودة في سيناء. بعد ثورة 30 يونيو 2013 أول ما لقى القوات المسلحة وصلت إلى هناك وفي حالة من حالات المجابهة الجادة وإرادة حقيقية لاقتلاع الإرهاب، اجتمعوا هذه التنظيمات جماعها تحت هذه الراية تحت راية أكبر التنظيمات وهو أنصار بيت المقدس. دي الدائرة الأولى أو الدائرة الرئيسية اللي مستمرة معانا لغاية 2017. لو عدينا غرب قناة السويس الحقيقة ممكن نضع منطقة محافظات الدلتا مع القاهرة مع محافظات الصعيد في دائرة وسطى، هنقول فيها ان احنا بنواجه الآتي: بنواجه تنظيمين إرهابيين تابعين للإخوان المسلمين
هم حركة حسم ولواء الثورة، دول تنظيمين اشتغلوا فيما قبل 17 العام 17 ومستمرين لغاية 17. دول تنظيمين مستمرين العام القادم كمان ولسه اعتقد ان هم لازالوا هيكملوا معنا شوية. الامن حقق، هنتكلم على ده تفصيليا، الامن حقق ضدهم ضربات اجهاضية كتير جدا وقبض على عدد كبير من خلاياهم، لكن لازال هذين التنظيمين موجودين بيهددوا وبيحصروا نشاطهم في القاهرة الكبرى كقاهرة جيزة اليوبية، ودول اللي أدرجتهم بريطانيا كجماعات إرهابية مؤخرا منذ أيام صحيح قبل. منذ 48 ساعة بالضبط بريطانيا تاخد خطوة متقدمة، يعني الحقيقة لافتة الانتباه أنها تعترف بيهم وتعترف بالأداء المصري الأمني والقضائي أنه فعلا قصاد تنظيمين إرهابيين ثبت بكل الأدلة أن هم بيشتغلوا إرهاب مسلح محترف وفق كل الأعراف الأمنية والقضائية والقانونية. احنا معانا حاجة تانية في الدايرة الوسطى ديت، معانا مجموعة من الخلايا الصغيرة العدد اللي هي من 5 إلى 10 أفراد. هذه الخلايا ربما توزعت على كثير من المحافظات، البعض منها كان في الدلتا، البعض كان في محافظات شمال ووسط الصعيد. هذه الخلايا الصغيرة قدمت نفسها او قدمت اصدرت بيانات ان هي تابعة لتنظيم داعش، وداعش تبنى ان هو يكون عنده جزئين يتعامل فيهم في داخل مصر، تعامل مع سيناء بكون ان هناك في ولاية سيناء، وتعامل مع الخلايا الصغيرة دي اللي هي ارتكبت مجموعة من العمليات كما جاء بالتقرير بدأته بعمليات الكنائس وعملوا مجموعة اخرى او محاولات اخرى. دي خلايا داعشية ايضا، وداعش كان بيؤكد بعد كل عملية ان هو وراء هذه العمليات او يتبنى، لكنها هي مجموعات عنقودية مختلفة الاماكن. الداخلية اصدرت احد البيانات الهامة في بداية هذا العام ب 21 اسم ثم 18، وتم القبض على كثير من عناصرها، لكن في مجموعة منها اعتقد القيادات 3 أو 4 لازالوا هاربين حتى الآن. ده منطقة الوسط. منطقة الغرب بقى احنا قدام مجموعة من محاولات التسلل اللي بتتم من الدولة الليبية الى الداخل المصري استغلالا للشريط الحدودي الغربي. 1250 كيلو من الصحراء في حالة سيولة كلنا عارفينها ومتابعينها داخل الاراضي الليبية، في عدم احكام الى حد كبير، ما فيش سيطرة على الحدود. في تنظيمات تابعة للقاعدة موجودة جوا ليبيا، لديها معسكرات تدريب وتأهيل موجودة من 2011، هي اللي كانت بيتم تدريب فيها العناصر ويتم دفعهم الى سوريا والعراق. النهاردة سوريا والعراق اصبحت طاردة وليس جاذبة، فبدأت المعسكرات دي تشتغل منذ نحو عام، وبدأ يتم تدريب وتأهيل بعض من العناصر داخل هذه المعسكرات، ومن ثم هناك محاولات للدخول إلى الأراضي المصرية. بنتابع من أول العام لغاية النهاردة أداء عسكري متميز جدا على هذا الخط، برضو ربما هنتكلم عنه بالتفصيل قادما، إن المنطقة اللي وعرتها والطبيعة الجغرافية المفتوحة والواسعة اللي قايم بالجهد الأكبر في هذا الإطار هو القوات المسلحة زي سينا كده تقريبا. هناك عمليات تدمير لسيارات دفع رباعي بتخش بأسلحة، في شخصيات أو عناصر إرهابية بتحاول تتسلل القوات المسلحة وراها. اشهر هذه المحاولات هي الخلية اللي دخلت الى الواحات وتابعناها في نهاية العام 2017. دي الخريطة الحقيقة اللي نقدر نقول ان احنا بنتابع الارهاب من خلال. طب يعني من كلام حضرتك احنا بنتكلم فعلا ان في 4 جماعات فقط هي التي تعمل في مصر، جماعات إرهابية اللي هي ولاية سيناء، أنصار بيت المقدس، حسم ولواء الثورة. أنصار بيت المقدس هو غير اسمه لولاية سيناء، هو تنظيم واحد. فهم ثلاثة. وجوه عندنا خلية تنظيمين، الاثنين تابعين للإخوان المسلمين. حسم ولواء الثورة. وعندنا القاعدة بتحاول تدخل مجموعة من السرايا ومن الأعداد من الحدود الغربية ويستغلوا الظهير الصحراوي يخشوا ينفذوا عمليات في الداخل. يسري يعني
يمكن الداخليه ما بتكشفش كتير عن العمليات الاستباقيه، بس لسه النهارده كان في عمليه استباقيه مهمه. هل العمليات الاستباقيه السنه دي كانت اكتر من العام الماضي؟ يعني احنا عندنا عمليات ارهابيه عددها ربما اقل، واقل كتير من 2015، مش بس اقل من 2016، اقل من 2015 اللي هو العام الاقصى والاعنف في ذروه الارهاب. لكن انا هنا بتكلم على العمليات الاستباقيه بقى، كيف استطعنا ان احنا نقدر ننفذ عمليات استباقيه لحسم الارهاب؟ طيب قبل ما نقول بس عمليات استباقيه يا استاذ لميس، لازم نقول مجموعه من الارقام. لما احنا بنتكلم على عام 2016 احنا عندنا 152 شهيد، وده بيتساوى 16 عندنا 152 شهيد وبيتساوى مع 2017 في وزارة الداخلية. الملحوظة بقى في 2016 ان احنا عندنا 90 شهيد منهم في سيناء في 2016. بس انا بتهيألي 2016 عندنا من شهداء الشرطه 181، وده بيان الداخليه، يعني 80، والسنه دي 152. لا هو الاحصاء الرسمي اللي صادر من وزاره الداخليه، ممكن يكون اضافوا بعض القرارات اللي صدرت من وزير الداخليه وصل 181، لكن في 2016 نهايه الحصر النهائي اللي صدر من وزاره الداخليه 152. احنا بنتكلم في العام الاعنف في قصه شهداء الشرطه، العام اللي تلا عزل الدكتور محمد مرسي كان عندنا 254 شهيد. بنتكلم على اكتر من 1152 حادث ارهابي الدولة نجحت ان هي تحدد المتهمين فيه. في 2017 احنا شايفين الكيرف نزل كتير جدا في عدد الحوادث الارهابية، وعدد الشهداء متساوي شوية مع 2016. احنا بنتكلم على عدد حوادث ارهابية اقل، ولكن حوادث تتسم زي ما قال التقرير بالقسوة والعنف. لما اتكلم على ثلاث استهدافات لكنائس في منطقة الغربية في طنطا، ولما اتكلم في المرقسية وكان استهداف لقداسة البابا هو موجود جوه القداس، بتكلم على ناس رايحة تصلي في دير الأنبا صموئيل في المنيا، واستهداف دي الحوادث اللي هي أدت لقسوة، تليها الاستهداف المصلين داخل مسجد الروضة. فاحنا عندنا ملحوظة ان القسوة بدأت تاخد عناصر غير العناصر اللي كان بيستهدفها منذ عزل محمد مرسي. كان بيستهدف الاول الشرطة، ثم انتقل للقوات المسلحة، ثم بدأنا بالقضاء، ثم بدأنا مرحلة الاغتيالات وقوائم الاغتيالات اللي اظهرتها كل التحقيقات، وبدأت باغتيال الراحل هشام بركات، ومن قبلها كانت محاولة استهداف اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخلية في 5/9 في مدينة نصر. احنا بنتكلم على تركيبة غيروا خريطتهم لما يبدأوا يستهدفوا ناس بتصلي في كنائسهم او ناس بتصلي في المساجد ليهم، سواء في شمال سيناء في طنطا في اسكندرية. نيجي للضربات الاستباقية، الضربات الاستباقية اللي بتتكلم عنها وزارة الداخلية بتتكلم عنها انه تضييق الخناق في منطقة شمال سيناء، فبدأت المجموعات اللي موجودة ايا كان مسمياتها، انا ما اقدرش اقول ان انا عندي اربع تنظيمات او خمس تنظيمات بس ما زالوا موجودين، انا هسأل مجلس شورى المجاهدين اللي كانوا موجودين في شمال سيناء فين؟ كتائب الفرقان اللي كان بيقودهم محمد احمد نصر في شمال سيناء اللي قضى عليه في احدى العمليات النوعية، شاد المنيعي وقيادات انصار بيت المقدس وكمال علامة الذي قالت عنهم الدولة ان منهم من قضى، ولكن بعض المصادر وبعض المعلومات تقول ان شاد المنيعي ما دام موجود، وعشماوي هشام عشماوي الهارب الذي اسس كتائب المرابطين على الحدود الغربيه، يعني في مجموعه وفي خلايا ما زالت موجوده، لكن كل البيانات وكل الضربات الاستباقيه اللي بتحددها وزاره الداخليه بتقول انه هذه العناصر عناصر فاره من شمال سيناء بسبب تضييق الخناق عليها والضربات الامنيه اللي بتقوم بها القوات المسلحه او الشرطه المدنيه. يمكن سياده العميد يرد على الاسئله دي، يعني عشماوي، منيعي، شورى المجاهدين، كل دول اولا الاسماء اللي ذكرها استاذ يوسف هي اسماء لتنظيمات كانت موجوده من 2011 ل 2013، وزي ما ذكرنا هو عمل اتحاد ما بينهم وبين بعض، كان فعلا هناك في شمال سيناء، انا بس اختصرت في الاسماء، لكن هما كان هناك مجلس شورى المجاهدين ده كان تنظيم، كتائب الفرقان كان تنظيم، انصار الشريعه كان تنظيم، جند الاسلام كان تنظيم، كنا قدام 12 تنظيم مسلح بيعلن عن نفسه في شمال سيناء ومنهم انصار بيت المقدس.
انصار واحد من 12 بعد وصول القوات المسلحه وثوره 30 يونيو اتحد كل هذه التنظيمات، اسقطوا اساميهم واتحدوا تحت اسم انصار بيت المقدس. قعد يشتغل لغايه العام 2014 نوفمبر 2014 نوفمبر 2014 تم الاعلان عن ان هو تنظيم واحد اولا تابع لداعش وتغيير اسمه الى ولايه سيناء. في هذا التاريخ لم يوافق كل الموجودين هشام عشماوي كان احد افراد هذا التنظيم. لو حضرتك بتسالي عليه على وجه التحديد بكونه فعلا هو احد المنشقين، خرج وانشق لم يقبل بيعة داعش او تبعيته لداعش واحتفظ بتبعيته الى تنظيم القاعده واخذ جزء من التنظيم وفر الى ليبيا لانه عنده مستقر في ليبيا واشتغل في معسكرات التدريب هناك، خرج بهذه المجموعه وانتقل الى ليبيا واستقر هناك وموجود هناك حتى تاريخه، وهناك انشا مجموعه جديده باسم مجموعه المرابطون وحاول ان هو ينفذ عمليه وحيده في الفرافره وحاول على انه ينفذ عمليات ثانيه متكرره جميعها اجهضتها القوات المسلحه جميع هذه المحاولات، فلم يسجل سوى عمليه واحده. ويقال ان لم تتاكد هذه المعلومه بنسبه 100% لكن يقال ان هو كان وراء المجموعه اللي تم دفعها في الداخل، خاصه وان كان ذراعه الايمن كان هو على صداره المجموعه اللي دخلت في منطقه الواحات الاخيره. دي الشكل او الاسماء اللي تم طرحها، بنحاول بس نرجعها الى اصولها. قسوة العمليات، وده يعني يمكن في تراجع في الاعداد ولكن في قسوة، انه عملية واحدة تحصد 311 روح ناس شهيد كانوا بيصلوا، استهداف دور العبادة بجميع انواعها، هل ده تغير نوعي في اكيد اكيد انه ده البنوك انك تروح تسرق فلوس من البنوك؟ ده حصل في شمال سيناء مرتين في 2017، وكميات المبالغ او اجمالي عدد المبالغ كان كبيره، وده بيفسروا بعض الخبراء الامنيين اللي موجودين في الخدمه حاليا انه هذا التنظيم الدعم الخارجي اللي بيلقاه من بعض الدول اللي اثبتت التحقيقات، عشان ما حدش يقول لنا انه هذا كلام مرسل، كل التحقيقات حتى الخليه الارهابيه التي تم الكشف عنها عن طريق المخابرات اثبتت ان هناك كان دعم يصل لبعض المتهمين من الخارج، سواء دعم لوجستي او دعم مالي او توفير بعض المعدات لتنفيذ العمليات الارهابيه اللي حصلت في شمال سيناء. قسوه العمليات ان هو على مدار الفتره من عزل محمد مرسي بدا يطلع مسميات تتبنى العمليات الارهابيه، بدا يطلع المقاومه الشعبيه، بدا يطلع اللجان النوعيه، بدا يطلع اللجان النوعيه المتقدمه، ثم رجعنا تاني للمولوتوف، ثم رجعنا لحازمون، ثم رجعنا لاجناد مصر واحد واجناد مصر اثنين، يعني على مدار الاربع سنين دول احنا شفنا اكثر من 48 مسمى كلهم دلوقتي اللي ما زال منهم موجود سواعد الثورة ولواء الثورة، سواعد الثورة اللي احنا بيقولوا عليهم اسمه حسن ولواء الثورة. احنا بنتكلم على اجناد مصر واحد واجناد مصر اثنين وثلاثة، جميع المتهمين اللي ثبت ان هم متورطين في التحقيقات منهم من يحاكم امام القضاء العادي ومنهم من يحاكم امام القضاء العسكري، لكن ما زالت برضو هذه الجماعات حتى هذه اللحظة تحاول ان هي تنفذ عمليات تتسم بالقسوة، بتفكر تفكير بعيد، بدل ما كانت تستهدف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة بدأت تستهدف مدينة مسالمة زي قرية الروضة تبعد 40 كيلو عن مدينة بير العبد ويخش ينفذ هذا الحادث المؤلم في قلب مسجد لبعيد عن المتابعة الأمنية على الطريق. لا وكمان هو احنا كنا درسنا ده قبل كده وقلناه ان هو لكي يعلن انه موجود وانه جاهز لخلافة الجماعات الداعشية في العراق. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل ماذا نحن فاعلون 2018؟ هنعمل ايه؟ هل احنا بنتخذ الاجراءات السليمة؟ هل المواجهة الأمنية تكفي ولا لا؟ هنسأل بعد الفاصل.